compartment of refrigeration is maintained under body usages by removing the heat from it at rate of 1,000 kJ. If the required power input to refrigerate 10 kW. The third, the coefficient for purpose. B, the rate of heat rejection to the room that houses the refrigerator. على طول لما بيتكلم على ريفريجريتور يبقى اروح راسم الانرجي بالانس بتاع مين؟ الريفريجريتور. يبقى ادي جي واكتبها ايه؟ ريفريجريتور. وهنا بياخد ورك دوت كومبريسور بيفرض حراره كيو دوت ال من لو تمبريتشر ريزرفوار يرميها ايه هنا اللي هو اللي عايزها دي؟ اللي هو الحراره اللي هيرميها للمطبخ. ده تلاجة تبدا الحرارة في المطبخ. يبقى دي كيو دوت اتش اللي هي رايحة منين؟ للمطبخ اللي هو ايه؟ ات هاي تمبريتشر ريزرفوار. ايه اللي بيديهوني بقى؟ بيقول لي الروم كومبارتمنت اللي هي دي تي ال دي كام؟ 4 دجري سلسيوس. 4 دجري سلسيوس هستخدمها ما اعرفش، بس هي واضح ان هي مش شغاله على كارنوت. لو شغاله على كارنوت على كارنوت كان لازم ايه؟ كان لازم استخدمها زي المساله اللي معاك. فهو بيقول لي علشان يسحب حراره من هنا هي 360 كيلو جول بير من يقسمها على 60 عشان تبقى كيلو جول بير سكند، اللي هي تبقى كام؟ 6. يبقى كيو دوت ال جي بتساوي 6 كيلو وات اللي هي كيلو جول بير ايه؟ بير سكند. خلاص؟ بدخل ورك كام؟ 2 كيلو وات. يبقى السي او بي تعريفها هي كيو دوت ال على دبليو دوت بتاعت الكمبريشن، يعني 6 على 2 تساوي 3. دي اول حاجه طبعا. ماشي؟ صح؟ عايز كيو دوت دي كيو دوت اتش. يبقى كيو دوت ال زائد الورك بتساوي مين؟ كيو دوت اتش. كيو دوت ال ب 6 ودبليو دوت ب 2 تبقى اللي خارج هنا كام؟ 8 كيلو بس. خلاص. خلاص.